بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مهندس اشرف رمضان. ان شاء الله النهارده هكلمكم عن نظام الساعات المركزيه الماستر كلوك سيستم. في ناس بتسال، لو انا عندي في المشروع 500 ساعه او 1000 ساعه في المشاريع الكبيره زي المستشفيات او الفنادق، هل بيتم ضبط الساعات كل واحدة على حدة؟ يعني لو الساعة دي قدمت شوية أو أخرت شوية عن الوقت المظبوط، هل بيتم ضبط الساعات على حدة؟ ولا في نظام معين بيعمل كنترول على كل الساعات مرة واحدة؟ طبعاً النظام بتاعنا النهاردة اللي هو الماستر كلوك سيستم أو نظام الساعات المركزية، هو النظام اللي بيعمل كنترول على كل الساعات مرة واحدة. طيب ازاي بتتم عملية ضبط الساعات كلها مرة واحدة بالرغم ان الساعات دي موجودة في اماكن مختلفة متفرقة في المشروع؟ عشان نبدأ نفهم موضوع الساعات المركزية، زي ما قلنا يا شباب قبل كده، في شغل اللو كارنت بيبقى في عندي 3 مراحل. في عندي input units، وحدات ادخال، وفي عندي processing unit، وفي عندي Output Units. طيب في نظام الساعات المركزية، ايه هي الـ Input Units، وحدات الإدخال؟ بسأل نفسي ازاي ادخل وقت والوقت ده يكون مظبوط عالميا على كل الساعات اللي موجودة عندي في النظام. يبقى وحدات الإدخال عندي ممكن تتاخد من الـ GPS. يبقى انا من خلال الـ GPS اقدر اظبط المتحكم الرئيسي او الوحدة اللي بتقوم بعملية البروسيسنج او المعالجة، ووحدة المعالجة دي هي اللي هتظبط كل الساعات. فببساطة وحدة الادخال لنظام الساعات المركزية بيبقى من خلال الجي بي اس. طيب عشان انا اخد السيجنال الخاصة بالجي بي اس بعمل ايه؟ انا في المشروع باجي على الروف بركب يا شباب انتنة. الانتنة دي اريال عشان اقدر استقبل الاشارة. هنا بركب الانتنة، بربط في الانتنة دي كابل بينزل من الانتنة خلال ماسورة كابل كو اكسيال كيبل، تمام، بيدخل على المين كنترولر او المتحكم الرئيسي في نظام الساعات المركزية اللي هو الماستر كلوك كنترولر. الكنترولر الرئيسي ده يا شباب بيبقى موجود داخل راك. طبعا زي ما قلنا في كل محاضرات اللو كارنت لازم الراك يبقى فيه يو بي اس عن انتربتر والباور سبلاي. كان عندي في احد المشاريع اليو بي اس 3 كيلو فولت امبير، 3 كيلو فولت امبير باور سبلاي، طبعا 220 فولت سنجل فيز 60 هرتز، تمام، بيديني ساعتين يقدر يشغل. دي حتة مهمة جدا، يشغل الكنترولر بالسويتشات اللي موجودة في الراك لمدة ساعتين، 2 اور باك اب باتريز. البطاريات اللي موجودة في اليو بي اس تقدر تشغلني لمدة ساعتين. باخد من الكنترولر يا شباب، الكنترولر مربوط هذا الكنترولر مع ايثر نت سويتش. السويتش ده كان عندي في المشروع 48 بورت. بعد كده باخد يو تي بي باتش بانل 48 بورت، ومن خلال الباتش بانل بطلع بالكابل بتاعي اللي هو الكابل اليو تي بي كات 6A. زي ما عارفين في كاتيجوريز للكابلات، كان في عندي كات 5، كات 5E، كات 6، كات 6A، وفي حاليا كات 7. المشروع عندي كان كابل يو تي بي كات 6A الكاتيجوري او الفئة كات 6A. طلع الكابل على كيبل تري، كان عندي الكيبل تري 45 في 10 كيبل تري. خدنا الكابلات مددناها على الكيبل تري، بنروح للساعات ونوصل لكل ساعة كابل كات 6A. نفس الكلام اللي بيحصل ان انا عندي في الدور الارضي هنا في المشروع في الجراوند فلور كان في عندي الكابينه. الكابينه كان فيها الماستر كلوك كنترولر،
والايثرنت سويتش والباتش بانل. الكلام ده هيتكرر تاني في كل الادوار. هحط كابينه في الدور البيزمنت، وهحط كابينه في الفيرست فلور، هحط كابينه في السكند فلور، هحط كابينه في الثيرد فلور. يبقى انا عندي الكابينه الرئيسيه اللي فيها الماستر كلوك، ماستر كلوك كنترولر، موجوده داخل الجراوند فلور في الدور الارضي. باخد من الكابينه دي كابل كات 6A وبروح على جهاز كمبيوتر. تمام، جهاز الكمبيوتر ده اللي بحط عليه السيستم ده اسمه الكلوك ورك ستيشن. دي بتبقى موجوده في غرفه الاتصالات او في التليكوم روم. خلاص، يبقى النظام بيبدا ازاي؟ ان انا عندي انتنه، من الانتنه بنزل بكابل بدخل على الماستر كلوك كنترولر، من الكنترولر باخد على السويتش، من السويتش بروح للباتش بانل، من الباتش بانل بوزع الكابلات بتاعتي على الكيبل تري او في مواسير واتيفر لحد ما اروح للساعات. في كل دور بحط لوحه او بحط كابينه. الكابينه دي اللي في الدور الارضي الزياده اللي فيها ان هو حاطط الماستر كلوك كنترولر، باقي الكباين بيبقى عباره عن سويتش وباتش بانل، سويتش وباتش بانل، سويتش وباتش بانل، نفس القصه سويتش وباتش بانل. بعد كده باخد من الباتش بانل، باخد من الباتش بانل كابل كات 6A وبروح اغذي الساعات بتاعتي بالكابل، والساعات بتاعتي شغاله باور اوفر ايثرنت، بي او اي باور اوفر ايثرنت. طيب تمام كده، خلينا نبدا نشوف بعض النوتس اللي احنا بنكتبها في السنجل لاين دايجرام عشان الناس تبقى فاهمه موضوع النوتس ماشي ازاي. طبعا زي ما احنا شايفين كده شباب، انا عندي اول نوت ان كل الدايمنشنز بتبقى موجوده بالمليمتر. النوت الثانيه خاصه بالكونديوت وموضوع الديامتر الخاص بالكونديوت، تمام، والبندنج. بعد كده في عندي شرط الباور الخاص للكلوك، الباور اللي هتغذي الساعه ان هي تاخد باور اوفر ايثرنت. الخاصيه دي احنا قلناها كذا مره بنسميها بي او اي باور اوفر ايثرنت. بيديني شرط للماسوره اللي هيمر فيها الكابل، زي ما احنا قلنا الماسوره اللي هيمر فيها الكابل الكونديوت دي 25 ملي متر الديامتر الخاص بيها، يبقى الماسوره القطر بتاعها 25 ملي. لازم يقول لي الساعه دي هتتثبت فين، على ارتفاع كام. فهو بيقول لي all clock shall be mounted، تتعلق على ارتفاع، ودي حته مهمه جدا، ارتفاع 2 متر. طيب بعد كده الكابل المستخدم كاتيجوري او كات 6A. بعد ما خلصت النوتس بدخل على الليجند. لو انا بصيت في المخطط ده بلاقي عندي الكابل اللي هو الكات 6A ده بيديني رمز خط كده اهو، انا عامل الخط ده وقال ان ده كات 6A. رمز الكيبل تري اللي هو 45 سنتي في 10 سنتي. بعد كده مديني رمز للساعات يا شباب، وده اهم مكون في نظام الساعات المركزية. اهم مكون في نظام الساعات المركزية هو الساعات. الساعات في منها نوعين، في منها السنجل فيس ساعة وجه واحد، دي بتبقى موجودة على الجدار على الحيطة، تمام، بتبص عليها بتلاقي الساعة موجودة قدامك بوجه واحد. طيب الساعة اللي هي الدبل فيس بتبقى موجودة فين؟ بتبقى موجودة في الكوريدور، في الممرات، في الطرقات، بحيث اللي جاي من اليمين أو من اليسار شايف الساعة بوشين، ساعة من الناحية اليمين، اللي جاي يمين بيشوف ساعة واللي جاي يسار بيشوف نفس الساعة، بس الساعة دي دبل فيس. بعد كده مديلك الكلوك تيرمينال كابينت اللي هي الكابينة اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب خلينا نرجع تاني نقول مكونات نظام الساعات المركزية.
مكونات نظام الساعات المركزية تاني يا شباب، موضوع مهم جدا لكل مهندسين الكهرباء واللو كارنت. عملية ضبط الساعات بتتم اوتوماتيك من خلال الجي بي اس، بركب انتنة فوق، بنزل بكابل بروح على الجي بي اس، بدخل على الكنترولر. داخل الكابينة دي الكنترولر وسويتش وباتش بانل. السويتش والباتش بانل هعملهم في كابينة صغيرة واكررهم في الادوار، وباخد من الباتش بانل الاولانية بروح للباتش بانل التانية، ومن الباتش بانل التانية للتالتة، ومن التالتة للرابعة، وهكذا. هنا نفس النظام، بطلع من اللوحة دي من الباتش بانل بروح للباتش بانل اللي موجودة في البيزمنت. بعد كده باخد الكابلات بتاعتي اليو تي بي، بعديها على كيبل تري او في كونديوت واتيفر، بروح اغذي بيها الساعات. الساعات في منها نوعين، في منها سنجل فيس وفي منها دبل فيس. طبعا بربط النظام ده كله بنظام كلوك وورك ستيشن. بحط الكلوك وورك ستيشن دي فين؟ في التليكوم روم. يبقى النهارده اتعلمنا نظام مهم جدا اللي هو الماستر كلوك سيستم، نظام الساعات المركزيه. باذن الله هنبدا نشرح مانوالز كتالوجات لشركات كبيره لنظام الساعات المركزيه زي مثلا موبا تايم وكذا شركة تانية، بالتفصيل في الفيديوهات القادمة. انتظرونا ان شاء الله في باقي انظمة اللو كارنت. باذن الله تعالى هتلاقوا شرح على مخططات عملية في مشاريع حقيقية كتير جدا. بنطلب من الناس ان هي تشير الفيديو وتعمل لايك وسبسكرايب عشان اقدر اكمل موضوع الشرح باذن الله بالتفصيل. وأشوفكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.